بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. اليوم إن شاء الله نبدأ شرح قواعد اللغة العربية الجزء الثاني للصف الثالث متوسط. الموضوع أدوات الشرط الجازمة. باللغة العربية الشرط معناته هو أحد أساليب اللغة العربية، يعني وجود أمرين أحدهما شرط في حصول الآخر. مثلا إن تدرس تنجح، فالنجاح متوقف على حدوث فعل الدراسة. إن تفعل خيرا تجزى به، إن تتقن عملك تنجح، إن تدرس تنجح. فالنجاح هنا متوقف على حدوث فعل الدراسة. أركان أسلوب الشرط، شلون راح نعرف أو نتعرف على أركان أسلوب الشرط؟ أولا عندنا أداة الشرط إن، أداة الشرط إن. فعل الشرط تدرس، جواب الشرط تنجح، إن تدرس تنجح. أدوات الشرط الجازمة، كل طالب مرحلة ثالثة لازم يعرف أدوات الشرط الجازمة. إن وإذ ما حرفان، إن وإذ ما حرفان من حروف أدوات الشرط الجازمة، دائما نعربهم حرفان. الأسماء اللي راح نعربها، من أدوات الشرط الجازمة، انتبه، من وما ومهما ومتى ويانا وأين وإنا وحيثما وأينما كيفما وأيلو. حرفان الشرط إن وإذ ما يعرب كل منهما حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب. إن وإذ ما حرف شرط، من نريد نعربها؟ حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب. أما أسماء الشرط الجازمة فلها محل من الإعراب. إذن إن وإذ ما يعرب كل منهما حرف شرط جازم، وأسماء الشرط جميعها مبنية ما عدا أي فإنها معربة. وهذا يعني إيش نقصد بمعربة؟ تظهر عليها العلامات الإعرابية، الضمة، الفتحة، الكسرة. أي شيء معرب تظهر عليه الضمة والفتحة والكسرة، حركات إعرابية. حرفان الشرط إن وإذ ما للشرط فقط. عندنا هسه معاني أسماء الشرط الجازمة. أسماء الشرط كثيرة، يجب أن تحفظ جميع معاني أسماء الشرط. عندنا من للعاقل، من يجتهد يكافئ. شلون يجيك السؤال؟ يجي السؤال أين أداة الشرط؟ ما نوعها؟ ما معناها؟ أين فعل الشرط؟ أين جواب الشرط؟ انتبه، من اسم شرط جازم للعاقل، من اسم شرط جازم للعاقل، معناها للعاقل. فعل الشرط يجتهد، جواب الشرط يكافئ. معاني أسماء الشرط الجازمة، من للعاقل، فعل الشرط يجتهد، يكافئ جواب الشرط. اسم شرط جازم، من اسم شرط جازم للعاقل. ما ومهما، ما ومهما لغير العاقل، مثل مثال ما تفعل من خير تجده. ما مثال على ما، ما تفعل من خير تجده. ما لغير العاقل، تفعل فعل الشرط، من خير جار ومجرور، تجده جواب الشرط، تجده جواب الشرط. مهما يخرب الأعداء نصلحهم، مهما يخرب الأعداء نصلحهم. مهما لغير العاقل، ما لغير العاقل، ومهما لغير العاقل. يخرب اسم، مهما اسم شرط جازم لغير العاقل، يخرب فعل الشرط. باوع جواب الشرط نصلحهم، جواب الشرط هم من يكون فعل أمر ماضي مضارع نصلحه.
مهما يخرب الأعداء نصلحه. إذا الفعل هذا هنا جواب الشرط المهما. متى وإيانا؟ عندنا هنا متى وإيانا ظرفان يفيدان الزمان، أسماء شرط جازمة. متى وإيانا المعنى مالته اسم شرط جازم يفيد الزمان، اسم شرط جازم يفيد الزمان. متى تجتهد تجد خيرا. متى اسم شرط جازم يفيد الزمان، تجتهد فعل الشرط، اجى مباشرة ورا جواب الشرط تجد خيرا. إيانا، إيانا تذهب أذهب معك. إيانا تفيد الزمان، إيانا اسم شرط جازم الفائدة مالته للزمان، تذهب فعل شرط، أذهب جواب الشرط. مباشرة إجا لا جار ولا مجرور، مباشرة إجا ورا جواب الشرط. عندنا هسه أين وإن وحيثما وأينما ظرف يفيد المكان. قلنا متى وإيانا تفيد الزمان، أين وإن وحيثما وأينما ظرف يفيد المكان. انتبه، قال الشاعر إن اتجهت للإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه. انتبه هنا، إن ظرف يفيد المكان، اسم شرط جازم يفيد المكان. اتجهت هنا فعل الشرط، فعل الشرط أدور على من؟ على جواب الشرط. إلى الإسلام جار ومجرور، في بلدين جار ومجرور، إذن تجده كالطير، جواب الشرط تجده كالطير، فعل مضارع. إن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير، انتبه مو يجي مباشرة وراء، لا، إن اتجهت إن ظرف يفيد المكان، تجده كالطير جواب فعل الشرط. حيثما عندنا، حيثما يكون الماء وفيرا تبنى المدن. حيثما ظرف يفيد المكان، حيثما ظرف يفيد المكان تبنى المدن، جواب فعل الشرط. جواب عندنا لازم ندور على جواب اسمه فعل الشرط وجواب فعل الشرط. قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما ظرف يفيد المكان، تكون فعل الشرط، يدرككم الموت، جواب الشرط. عندنا الأداة أين، أين تسافر أسافر معك. أين ظرف يفيد المكان، أسافر تسافر فعل الشرط، أسافر جواب الشرط. عندنا كيفما تفيد معنى على أي حال، معناها على أي حال. قال الإمام الصادق عليه السلام كيفما تكونوا يكن أمراءكم، كيفما تكونوا يكن أمراءكم. كيفما اسم فيد الحال، تكونوا فعل الشرط، يكن جواب الشرط. عندنا هنا أي، أي معربة تجي بحالة الرفع والنصب والجر، ليس لها معنى مستقل، إنما تأخذ معناها مما تضاف إليه. للعاقل، أي صديق تعاشر تتأثر به. أي ضافت هنا إلى كلمة أو اسم صديق مضاف ومضاف إليه. تعاشر، تعاشر هنا فعل الشرط، تتأثر به جواب الشرط، مضافت هنا للعاقل، الصديق اسم عاقل. لغير العاقل، أي كتاب تقرأ تستفد منه. كتاب غير عاقل، اسم غير عاقل. تقرأ هنا عندنا تقرأ فعل الشرط، تستفد منه جواب الشرط. تجي للمكان، أي مكان تسافر إليه أسافر معك. أي مكان نانا، أي جت انضافت إلى مكان، تسافر فعل الشرط، وسافر جواب الشرط. للزمان، أي ساعة تسافر، وسافر معك. ساعة اسم، للزمان
تسافر فعل الشرط وسافر جواب الشرط. فعل الشرط يأتي على نوعين، الأول فعل مضارع، مثال إن تعمل خيرا تجده، إن تعمل تعمل فعل شرط فعل مضارع، ويأتي فعلا ماضيا إن جاء الضيف أكرمته، جاء فعل ماضي فعل الشرط. جواب الشرط يأتي جواب الشرط فعلا مضارعا، متى تجتهد تنجح، تنجح جواب الشرط، تجتهد فعل الشرط، إذن تنجح جواب الشرط فعل مضارع. ويأتي أيضا فعل ماضي مثل من يتكل على الله عاش مطمئن البال، عاش فعل ماضي جواب الشرط. انتبه هنا أنا عزيزي الطالب، إعراب فعل الشرط وجوابه. شو راح نعرب فعل الشرط وجوابه؟ فعل الشرط وجوابه يكونان مجزومين. أولا إذا كان فعل الشرط وجوابه فعلا مضارعا، فعلا مضارعا، انتبه إذا كان صحيح الآخر فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذا كان فعل المضارع من الأفعال الخمسة شلون نعربه؟ فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون. أمثلة، انتبه الفعل المضارع الصحيح الآخر والمعتل الآخر، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوء يجزى به. شو راح نعربها؟ يعمل جواب الشرط أو فعل الشرط، العفو، يعمل فعل الشرط، يعمل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. يجزى فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، إذن هنا فعل المضارع محذوف حرف العلة. إذا كان من الأفعال الخمسة قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، تطيعوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة فعل الشرط يعتبر، تهتدوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة جواب الشرط. ثانيا إذا كان فعل الشرط وجوابه فعلا ماضيا، النقطة الأولى فعل مضارع، النقطة الثانية فعل ماضي. فعل الماضي مبني على الفتح، مبني على السكون، مبني على الضم. إذا كان مبني فعل الماضي على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط وجوابه، فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط أو جوابه. إذا كان مبني على السكون، فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط أو جوابه. مبني على الضم، إذا كان فعل ماضي مبني على الضم في محل جزم يعرب فعل ماضي مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط أو جوابه. مثال من قنع برزقه برزق الله مئن قلبه، من قنع برزق الله مئن قلبه. قنع فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، قنع فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، إذن قنع فعل الشرط. اطمئن فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط، إذن قنع فعل الشرط. اطمئن، اطمئن فعل ماضي مبني على الفتح وهو جواب الشرط. ان صدقت تحترم، ان صدقت تحترم، صدقت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، مبني في محل جزم فعل الشرط. قال الشاعر، انتبه على هذا المثال، ان يسمعوا سبة طاروا لها فرحا، ان يسمعوا سبة طاروا لها فرحا، مني وما سمعوا من صالح دفنوا. طاروا جواب الشرط، فعل ماضي مبني على الضم في محل جزم جواب الشرط. شو راح ينعرف؟ طاروا فعل ماضي مبني على الضم في محل جزم جواب الشرط. انتبه عزيزي الطالب، سؤال، متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ يقترن جواب الشرط بالفاء وجوبا في الأمور التالية:
أولاً، إذا كان جواب الشرط جملة اسمية كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فجملة فهو حسبه اسمية متكونة من مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. ثانياً، إذا كان جواب الشرط فعل أمر أن تحرص على وطنك فاهتم به، إذن جواب الشرط اقترن بالفاء فعل أمر فاهتم به. إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا مسبوقا، إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا مسبوقا بقد من أهمل واجبه فقد أساء لنفسه. إذا كان رابعا، إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا أو مضارعا مسبوقا بما النافية إن تبذل جهدا فما يخشى عليك. خامسا، إذا كان جواب الشرط فعلا مضارعا مسبوق بلن إن تعمل بجد فلن يضع جهدك. سادسا، إذا كان جواب الشرط فعلا مضارعا مسبوق بالسين من يتفوق فسيكافئ. سابعا، إذا كان جواب الشرط فعلا مضارعا مسبوق بسوف من يظلم الناس فسوف يعاقب. كيف نعرب الفاء؟ تعرب الفاء رابطة واقعة في جواب الشرط. إذن نعرب الفاء رابطة واقعة في جواب الشرط. إذا جاء بعد سوف فعل مضارع معتل الآخر بالألف والواو والياء فإن هذه الحروف الثلاثة لا تحذف، ويعرب الفعل المضارع حسب موقعه في محل جزم جواب الشرط. انتبه، إذا جاء بعد سوف فعل مضارع، سوف فعل مضارع معتل الآخر بالألف والواو والياء فإن هذه الحروف الثلاثة لا تحذف، ويعرب الفعل المضارع حسب موقعه في محل جزم جواب الشرط. انتبه على هذا المثال، انتقل عن التدخين فسوف تتعافى سريعا. إذن نعرب تتعافى فعل مضارع حسب موقعها بالجملة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. انتبه عزيزي الطالب، إذا طلب منك في الامتحان حذف الفاء من جواب الشرط مع إجراء التغيير، قم بحذف الفاء، انتبه، قم بحذف الفاء مع السين وسوف وقد، واحذف الجملة الاسمية وضع مكانها فعلا ماضيا أو مضارعا السين. انتبه عزيز طالب على هذا المثال، ان تدرس فسوف تنجح، تتحول الجملة ان تدرس تنجح، نحذف الفاء وسوف. انتبه، اما اذا كانت جملة اسمية او فعلية منفية فاحذفها وهات بفعل يعطي عكس معنى الجملة الاسمية او الفعلية، مثل من عق والديه فما حاز رضا الله. شو راح تتحول الجملة؟ الما نافية تصلت بها الفاء الرابطة، نحولها من عق والديه غضب الله عليه، هات بفعل يعطي عكس معنى الجملة الاسمية او الفعلية.